وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صاد السفر، واللي بنتكلم فيه كل يوم عن دولة جديدة من دول العالم ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول وشعبها ونكتشف فيها أماكن سياحية وترفيهية كثيرة. اليوم بنسافر لأرض القلاع والجبال، يروحون لها أكثر شيء للعلاج وسياحتها وطبيعتها الحلوة. ودولتنا اليوم هي جمهورية التشيك. التشيك ورسميا جمهورية التشيك والمعروفة سابقا باسم بوهيميا، هي دولة غير ساحلية تقع وسط أوروبا، تحدها النمسا من الجنوب وألمانيا من الغرب وبولندا من الشمال الشرقي وسلوفاكيا من الشرق. وتضم جمهورية التشيك مناظر جبلية جميلة جدا، وتتمتع بمناخ رطب قاري ومحيطي معتدل. عاصمة التشيك هي براغ، وصل التعداد السكاني حوالي 10,800,000 نسمة، والعملة هي الكورونا التشيكية. براغ هي العاصمة وأكبر مدينة في الجمهورية، وحلوة لأن هندستها المعمارية الفريدة من العصور الوسطى، وتتضمن هذه المدينة السحرية طبيعة جميلة وخاصة نهر فلتافا المتروس بالبجع واللي يجمل منطقة بعد الأبراج. وبراغ مدينة حديثة ونابضة بالحياة، بس فيها قلاع وفيها نشاطات متنوعة مثل حفلات الموسيقى ومتاحف الثقافية والمطاعم الفاخرة. برنو هي ثاني أكبر مدينة في جمهورية التشيك وأكبر مدينة في منطقة مورافيا التاريخية، وقبل كانت أحد العواصم التاريخية للمنطقة، واليوم هي موطن للكثير من المؤسسات الثقافية والتاريخية، وهي ثاني أكبر منطقة محمية تاريخية في التشيك عقب العاصمة براغ. وعشان موقعها تزداد السياحة فيها لأنها في بيئة طبيعية جميلة بين مزارع الكروم في جنوب مورافيا، والمباني تعطيها شكل أنيق بسبب العمارة المختلفة بين الطراز القوطي والباروكي وفن نوفو والطراز الاشتراكي. بوديفيتش هي أكبر مركز حضاري في المنطقة، وتستقبل المدينة أعداد كبيرة من السياح اللي يبون يستمتعون في مسارات المشي وركوب القواري في الطبيعة وبعيد عن الزحمة في المدن التشيكية الكبيرة. وتعتبر ساحة بريمايسل أوتاكار من أهم معالم السياحة، وتضم حولها مجموعة كبيرة من البيوت الكلاسيكية وعلى الطراز القوطي وعصر النهضة والباروك، وفيها معالم أثرية مثل مبنى البلدية الأصلي اللي يرجع إلى عصر النهضة ونافورة سامسون، ولا ننسى البرج الأسود اللي يوفر إطلالة جميلة على المدينة والمناطق المحيطة بها. تشيسكي كروملو تتمتع المدينة بإطلالة ساحرة على نهر فلتافا، وتتمتع بتاريخ عريق، وراح تشوفون التاريخ بقلعتها واللي ترجع إلى القرن 13، وتحتوي القلعة على عناصر قوطية وأشياء من عصر النهضة والباروك، مع حديقة وايد حلوة بمساحة 11 هكتار، وفيها مسرح تاريخي على الطراز الباروكي من القرن 17. وإذا تبون تشوفون المدينة كلها صعدوا لأعلى برج الجرس الدائري، هناك راح تشوفون مناظر بانورامية للمدينة القديمة والنهر. كارلوفي فاري أو يسمونها مدينة الملوك، وأسسها تشارلز الرابع ملك بوهيميا والإمبراطور الروماني في عام 1370، وقصتها ترجع حق منتجع صحي في وايد من الينابيع الحارة، وهذا اللي خلاها وجهة سياحية شهيرة للاستجمام منذ القرن 18،
يعني العنصر السياحي الأكثر أهمية في هذه المدينة هو السبا على ضفاف النهر مع الينابيع الحارة. كوتنا هورا باختصار رح تستانسون حق اللي يحبون الآثار التاريخية، ويعرض قصة تعدين الفضة في مناجم المدينة منذ العصور الوسطى. أولوماك يحيط بالمدينة سهل هانا، وهذا يعني المشاهد الطبيعية الحلوة واللي يزيد تألق المدينة تاريخها العريق. وكانت عاصمة مورابيا لعام 1641، واليوم صارت من أهم أماكن السياحة في التشيك، وتشهر بنوافرها الستة على الطراز الباروكي. أما دار البلدية فيوفر لزوار المدينة جولة حلوة في منزل تاجر قديم في غرف مقببة وساعات كلاسيكية. تيلو تشتهر بعمارة عصر النهضة الإيطالية، ومن أجمل المعالم قصر المدينة واللي كان قبل قلعة قوطية مزينة بالأسقف الخشبية الملحوتة. وتبدأ الجولة من متحف المرتفعات واللي يعرض تاريخ المدينة. باختصار إذا زرتوا تيلو راح تستكشفون جمال الفن المعماري البوهيمي. لين تتميز المدينة بطبيعة جذابة، وهذا غير تاريخها الحديث عقب الحرب العالمية الأولى، وتمتد التطورات المهمة في قصة مدينة زلين من عام 1949 إلى عام 1990، وتغير خلال هذه المدينة اسم المدينة إلى جوتوالدوف، وتحولت إلى مدينة صناعية حديثة. الحين أعزائي المشاهدين خلونا نشوف هذا التقرير ونتعرف على أبرز عادات وتقاليد جمهورية التشيك. أبرز العادات والتقاليد في التشيك. جمهورية التشيك من الدول المتميزة في أوروبا الوسطى، وتتميز في مجال السياحة، ويحدها مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية من جميع الجوانب، ويتحدث سكانها اللغة التشيكية والألمانية. ويتمتع سكان جمهورية التشيك بمجموعة متنوعة من العادات والتقاليد اللي تميزهم عن غيرهم من الشعوب. شعب التشيك من الشعوب العملية جدا، واللي تمتاز بالجدية في كل تعاملاتها، ولا يحبون استخدام المجاملات الكثيرة والعبارات الزائفة على الإطلاق. الأسرة هي المكان الوحيد الذي يمكن المزاح فيه وإزالة الرسميات، ولكن في العمل وما إلى ذلك يجب أن يأخذ الشخص الأمور على محمل الجد. لا يحب الشعب هناك الانتقال في العلاقات بصورة غير رسمية، ويعتبرون أمر مهين. كما يميل الأشخاص هناك للقيام بأمور وفق مجموعة من الخطط المنظمة، وعدم ترك الأمور للعشوائية أو للصدفة. الزهور هي أشهر هدايا اللي يتم تقديمها في جمهورية التشيك، ولا سيما عند زيارتك للأشخاص يكون من باب الأدب اصطحاب الزهور والشوكولاتة عند الزيارة. كما يجب على الشخص المضيف أن يقوم بفتح الهدية التي قام الشخص بإحضارها ومشاهدته وشكره عليها. وبالرغم من أن الشعب في التشيك شعب جدي وعملي للغاية، إلا أنهم لا يحبون رقم 13 على الإطلاق، ويعتبرونه رقم شؤم عليهم. يهتم الشعب هناك بقواعد الإتيكيت والآداب العامة في تناول الطعام، وبالتالي يجب أن تكون ملتزم في مواعيد الطعام المحددة وعدم التأخر عليها. على الرغم من جديتهم إلا أنهم يفضلون الفصل بين العمل والحياة الشخصية، فلا يصح أن تقوم بمناقشة أمور متعلقة بالعمل على مائدة الطعام. عندما تكون في عزومة يجب ألا تجلس على الطعام قبل أن يدعوك صاحب المنزل، ولا تبدأ الأكل قبله. كما يجب أن تتبع أساليب الأتيكيت المعروفة في تناول الطعام، وبعد الانتهاء من تناول طعامك قم بوضع كل شيء في مكانه. تعرفنا بحلقتنا الممتعة عن جمهورية التشيك، واستمتعنا بآثارها التاريخية وعمرانها القديم، وتعرفنا على أبرز عاداتهم وتقاليدهم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا مشاهدينا في هذه الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، ونقول لكم مع السلامة. أي جاهزة ونتعرف على معلومات أكثر عن هذه الدول. دول باب البحرين. بحبين إيه أبي أبدل. وهي من أهم النوافير الموسيقية الراقصة في المدينة.
زين نطرق ماما لا ماي لا لا ترى بنصور. قيل انها كانت احد العواصم التاريخيه للمنطقه قبل، مو قيل ترى في بدليه بالكتابه. تصاعد ولب التلفريك المؤدي الى مرتفع ليش دراني وجوها بعد متنوع لكل ولايه جوها. اليوم مسافر الى مملكه السويد امباي السويد، وجوها معتدل طوال العام وايد فيها امطار طوال طوال طول العام. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ونقول لكم مع السلامه.